طبعا اليونت الفور عندنا بعدنا طبعا نتحدث لي عن الظروف الحال هاي اللي تنتهي بـ LY. فهاي حفظ اعزائي، هاي تحفظوها هاي كحفظ، يعني حفظ كتابة او معنى اذا تقدر، بس وين يعني اذا كلش ما تقدر، بس تعرف شلون مثلا اضافة الـ LY شلون تصير. اكو اضافة طبعا انا شارحها طبعا عندنا ظروف الحال، تقدر ترجع للقناة تقلب بيها وتشوف هذا الموضوع ظروف الحال وين صاير، تقدر تلقاه بالبحث. عندك هذه يعني عندك الواي، عندك اضافه اعتياديه، بعدين عندك الـ اذا كانت الـ اذا كانت الكلمه تنتهي بواي نضيف لها، تحول واي الى اي ونضيف ال واي وهكذا، او يعني يتضاعف، او عندك ظرف شويه شاذ، هذا انت تحفظوهن اعزائي فديروا بالكم عليهن. ننزل لجوا عندنا هذا خالد، هذه ممكن تجي كتوصيل، هذا الحوار خاف يجيكم اشبه بالتوصيل، ف يعني تحفظه كقراءة، يعني انت مو اللي تركز عليه يعني بشكل، بس المهم يعني تعرف يعني كقراءة تقرأ وتعرف وين، يعني بحيث مثلا هذه الجملة واحد مثلا I haven't forgotten the 10th of January، انا لم انسى مثلا يوم العاشر من جانيوري مثلا، تمام؟ اقول له واتس ذا ماتر وار يو انجري مثلا، تعرف اللي وراها مثلا، او مثلا يعني جاسم المقوله اللي قالها جاسم والمقوله اللي قالها احمد، يعني بعد قراءتك لل هذا الحوار تعرف هذا الحوار لمن كان وهذا لمن كان، احتمال يجيك توصيل زين. او ممكن ذا كافيه، طبعا هاي تحفظ بعض الكلمات، تركز على الكلمات الجديدة عندك، freezing popular artist luckily، هذه مثلا كلمة هاي screen leap chase build skate، هاي بعض الكلمات بالأحمر كلمات جديدة يجب حفظها، يعني بالإضافة إلى أسئلة وأجوبة أنا مخلي عليها طبعا أسئلة وأجوبة بالنسبة لهذه القطعة خاف تجيكم، فركزوا على هذه الشغلة أعزائي. writing a story خاف يطلب من عندك قراءة العفو كتابة قصة معينة مثلا، أو يقول لك تكملة هاي القصة شلون صارت. طبعا أنا هاي معلق عليها درس وناطي عليها نشاط، تقدرون ترجعوا للفيديو وتستفادون من عنده. هنا هسه نرجع للكراس، الأشياء المهمة بالكراسة عندنا بالنسبة لليونت الرابع، هذا مهم جدا أعزائي. هذه السنتنس عندك هنا تركيز على ظروف، نوعين من الظروف، هي ظروف الحال، ظروف الحال وظروف التكرار، التحافظ لظروف التكرار اللي تجي بالمضارع البسيط البريزنت سمبل، طبعا هذه الظروف اللي موجوده تحافظهن. طبعا موقع ظرف التكرار يكون يا اما ثاني كلمه بالجمله يا اما ثالث كلمه، يكون ثاني كلمه اذا كان الفعل اعتيادي ووكس، لاحظوا، اما اذا كان من افعال الكينونه اللي هي ام از وار، الظرف يكون ثالث كلمه، يكون ثالث كلمة ونكمل الجملة. وعندك عادة ظرف الحال يكون بآخر الجملة، فاستثناء دخول يقول لي مثلا هذه الجملة دخلي عليها كلمتين هنا ظرفين، هذا حال وهذا تكرار، لاحظوا انه التكرار وين صار ثاني كلمة، وعندك الحال صار بالأخير quickly usually، usually شوفوا وين صارت والquickly وهكذا. هذا التمرين أعزائي مهم جدا فركزوا عليه. عندنا هاي المجموعات، طبعا هاي تمرون عليها اذا تقدر تقراها كلها خير على خير، اذا ما قدرت حاول انه تعرف كل كلمه ضمن اي مجموعه. عندك الويذر الطقس، سكول كالندر انيمالز حيوانات، تقويم، هاي الاشياء اللي تتعلق بالطقس، كلمات تتعلق بالطقس، كلمات تتعلق بالمدرسه، كلمات تتعلق بالتقويم الروزنامه، وكلمات تتعلق بالحيوانات وهكذا. ننزل جوا اعزائي، عندنا هذه بالنسبه لهذا اللين، طبعا هذا التمرين مهم اعزائي، يتحدث عن الماضي هنا صيغه الماضي البسيط، وهنا الماضي المستمر، وهنا بالنسبه للمستقبل ويل. لاحظوا اعزائي هاي كلها تؤخذ بالحسبان، فانتم ديروا بالكم حسب شلون رايد، يعني هذا تقروه احتمال يجي من عند بعض الاسئله، ممكن تجي فراغات زين. ننزل جوا، هذا مهم اعزائي بالنسبه للكلمات اللي وردت بالنسبه للقرد، هاي فراغات احتمال تجي جمله، فاذا جت الجمله تكون فراغات تجي وياها اختيارات، فانتم تحفظون مثلا سكريم وين سير كاونت داون ستارفينج كراب ليفت وهكذا. طبعا هذا مهم اعزائي، هذا التمرين، تمرين الاي هنا
هذا طبعا اكزوستد منهك، طبعا نعطيني اختيارات، اختار فري تايرد متعب جدا، هيت يكره، دو نوت لايك ات ات اول الى اخره. فهذه تحفظها اطلس، شنو هو كتاب الخرائط فيري ويل ثروتلي بصوره كامله بشكل كامل فيري ويل شكل على يعني على اتم وجه الى اخره. هذا التمرين اعزائي انتبهوا عليه مهم زين. have chosen the person ارجع لي هذا ممكن هذا ركزوا لي عليه هذا ركزوا لي عليه هذا التمرين اعزائي. finish the story خاف يقول لك مثلا انهي لي القصه مال السنيك وهاي اللي عضته بالصحراء فتركزوا لي عليه ايضا. هذا ايضا التمرين مهم.